مساء الخير والحب والجمال والدلال لكل عشاق السينما من حول العالم. سعيدة جداً بإدارتي لهذه الجلسة الافتراضية لمناقشة الفيلم السعودي الروائي الطويل آخر زيارة، طبعاً هو بتنظيم من دار سينما عقيل، وهي أول دار سينما مستقلة هنا في دبي بتعاون مع معرض 421، أحد أيضاً رواد وداعمي القطاع الفنون المرئية في أبوظبي. طبعا يشرفنا في هذه الجلسة أن نستضيف مخرج الفيلم عبدالمحسن الضبعان، من شارك الكاتب فهد الأسطى في كتابة سيناريو فيلم آخر زيارة، والمنتج الجميل محمد المحمود. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا حياك، بس ملاحظة أنا اسمي محمد الحمود مش المحمود. محمد الحمود، يا أهلا وسهلا فيك، تشرفت فيك محمد. محمد أيضا مخرج ومنتج. نعم. طبعا اذا تسمحوا لي نبتدي مع المخرج عبد المحسن. كما نعرف عبد المحسن ان فيلم اخر زياره ذهب الى مهرجان كارلوفاري السينمائي ايضا في تشيك، وفاز ايضا مبروك عليكم في جائزه التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي الدولي. وهذا يقودنا الى موضوع او مضمون الفيلم اللي تركز على قضيه العلاقات ومر على الحقب الزمنيه اللي هي على الاجيال المختلفه في المجتمع السعودي. إلى أي مدى مهم تفكيك الآن مسألة العلاقات الإنسانية في الفيلم السينمائي؟ إلى أي مدى نحتاج هذه الأطروحات؟ أولاً شكراً لكم على هذا اللقاء والاستضافة الجميلة. طبعاً أفلام العلاقات هي تعتبر مرحلة من مراحل تطور السينما. أول ما بدأت السينما بدأت من خلال أفلام تتكلم عن لحظات معينة يعيشها الناس أو تسلط الضوء على المعاش اليومي لهم. تطور السينما فعليا جاء من خلال دخول والغوص في اعماق النفس البشريه، العلاقات التي تربطنا، هذه الاشياء التي لا ترى، التي لا تلاحظ. يعني مثل ما بدات السينما في البدايه كانها تحاول ان تكتشف نفسها، تكتشف الكاميرا نفسها، تكتشف الناس، ولكن بعدها لا، صار الموضوع اكثر تعقيدا وأقصد هنا بالتعقيد ليس التعقيد اللي يستعصي على الفهم البشري، لا، التعقيد من ناحية معرفة أو التناول المواضيع الفنية في السينما بشكل أكثر عمقا. هذا الفيلم طبعا أنا لا أزعم أنه يعني ولا أدعي أنه كان ذكرتنا هي أنه بحثا عن العمق فيها، لا، احنا حاولنا أن نكون عفويين، والحمد لله طبعا كانت النتيجة المترتبة عليها أنه وجدوا من حس بالفيلم وشعر بالفيلم وحب الفيلم، شعر أن هناك عمقا في علاقة الابن والأب، وهي طبعا هذا موضوع إنساني مشترك يعني، ولكن وين الفارق في الموضوع هو التفاصيل التي تميز مجتمع عن مجتمع. وأعتقد أن نحن في كمجتمع سعودي، ونحن أكيد من أسرة أكبر مجتمع عربي ممتد، عندنا أشياء مشتركة تختلف عن الشرق والغرب، وايضا هناك ما يميزنا نحن ايضا يعني كمجتمع سعودي داخل هذه الاسره العربيه الكبيره. والحمد لله الفيلم لقى صدى جيد الحمد لله، مثل ما تفضلتي استاذ نوف، شارك في مهرجانات يعني اسعدتنا كثيرا يعني ان قبل فيلمنا فيها وشاهدتها. اعتقد انه هو اول فيلم شارك في مسابقه الشرق والغرب في تشيك، صحيح؟ نعم، مسابقه الشرق والغرب هذه اول فيلم عربي، أول فيلم عربي في هذه المسابقة الجديدة المهتمة بأفلام الأولى أو التجارب الأولى أو الثانية للمخرجين في الدول التي تقع شرق الغرب أو شرق تشيك يعني. كنا نحن أول فيلم عربي وسعدنا هذا الشيء.
شكرا لك عبد العزيز. ننتقل الى محمد الحمود. يهمني جدا اعرف قضيه التمويل استاذ محمد. يعني الان المملكه تمر بمرحله تاريخيه مختلفه اجتماعيا ثقافيا سياسيا اقتصاديا. كيف تنظرون مسألة تمويل الأفلام في هذه الحقبة الزمنية؟ واللي أعرف أن أيضاً حسب ما قرأت أنه تم دعم الفيلم من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي فيلم آخر زيارة. لكن أنت كنت كمنتج الآن كيف تضعون أوراقكم على الطاولة وتبحثون في مسألة التمويل؟ لأن أنت لما تنتج فيلم طويل يختلف تماماً عن تنتج مسلسل تلفزيوني أو فيلم قصير. صحيح. وبس ملاحظة على مسابقة شرق الغرب. نعم في الأصل هي دول لشرق تشيك وفتحوا للشرق الأوسط تقريبا 2018. كان أول فيلم جميل. للشرق الأوسط تقريبا إيراني و2019 أول فيلم سعودي فعليا أول فيلم عربي كان سعودي. إيه بخصوص التمويل الصراحة الآن أنا أدعي إنه هذا أفضل وقت إنك تصير صانع أفلام في السعودية من ناحية التمويل والفرص. إحنا لما يذكر عبد المحسن لما بدينا آخر زيارة فعليا كنا ناويين نصور بالطريقة الكلاسيكية البسيطة اللي مرة اللي يسموها very low budget اللي هو غوريلا الميكينج ستايل تطلع بادجت خفيف ما تدفع لأي أحد ونسوي بالطريقة اللي تعودنا نسوي فيها أفلام قصيرة. وبدينا فعليا وتواصلنا مع حتى أتكلم مرحلة ما قبل السينما في السعودية يعني النص من تقريبا نهاية 2016 والفكرة موجودة عند الشباب عبد المحسن وفهد. وبداية 2017 بدأنا كده فعليا حتى نتواصل مع بعض الممولين مباشرة يعني. ولكن خبر السعيد مطلع خبر أنا ناسي بالضبط متى كان بالضبط في أي مرحلة في 2017 بأتوقع على الصيف أو في ما قبل الصيف يوم خبر مركز إثراء نزلوا مسابقة دعم الأفلام فقدمنا النص وفزنا بتمويل مباشر اللي هو تمويل الإنتاج. طبعا كتمويل يعتبر صخي صراحة على مبلغ إنتاج ولكن فعليا ميزانية الفيلم يعتبر قليلة جدا مقارنة لمتوسط الفيلم العربي جدا قليلة يعني. حتى عندي صديق آخر بعدين عمل فيلم تمويل يعني مختلف عن إثراف فتفاجأ كيف عملنا الفيلم بهذه الميزانية المحدودة. فصادفت معنا بالأمانة يعني احنا توفقنا انه يعني ما قصروا مركز إثراء انه أعطونا دعم كامل. وصادفت يوم جانا الدعم السينما ما كانت مسموحة في البلد فخلال المرحلة اللي هو الدفعات وكذا فجأة جاء قرار افتتاح السينما وتأجل الموضوع تقريبا شهور عشان تعرف الآن في مواد العلاقة بالتوزيع وبعد العروض الأفلام فتأخرنا وكان من صالحنا بالأمان يعني. حتى المركز ما اقتصر فقط على الفند لحاله ورحنا يعني تطوير الفيلم في لوس أنجلوس مع هيئات يعني معروفة. أيوة والعودة على الوضع الحالي الآن يعني في مؤسسات خاصة حتى تدعم في السعودية وهذا الشيء مؤشر إنه ما تقدر فقط تعتمد على الفند الحكومي اللي مرة مهم يعني. ما في سينما ما أعرف سينما ممكن خارج هوليوود نشأت من غير الدعم الحكومي يعني including فرنسا يعني ألمانيا الدول الأوروبية أهم سينما في العالم لأن السينما الكورية. في العادة الحكومة تتدخل تعطي تسهيلات للمستثمر تعطي تسهيلات تعطي فند خاص لأفلام معينة أفلام جادة أسميها اللي زي آخر زيارة اللي أفلام ما فيها potential تجاري كثير يعني أفلام ما تعتمد على البوكس أوفيس. بالأمان الآن في أكثر عدة هيئات يعني غير مركز إثراء في مؤسسة البحر الأحمر اللي الآن يعني أنا قاعد أطور فيلم طويل وحصلنا على دعم تطوير والآن كل صانعين الأفلام السعوديين أعرفهم خلاص صار عندنا يعني. أول كان يعتمد بالأمانة على دبي يعني مهرجان دبي تقريبا الأفلام كان في مهرجان أبو ظبي كان في بعض الفند زي سند في أبو ظبي زي إنجاز في دبي. الآن التركيز أغلب صانعي الأفلام السعوديين ينتظر متى ديدلاين البحر الأحمر الآن في ديدلاين في مركز إثراء الآن الظاهر نفس الشيء قاعدين يدعمون وفي ردي قاعدين نسمع غير طبعا التمويل المباشر من وزارة الثقافة يعني عملت فن جدا صخي على عدة أفلام طويلة. باختصار عشان نلاقي مناخ سينمائي صحي يجب أن تتوفر هيئات خاصة تحديداً غير الدعم الحكومي للأفلام وللآن منتجين إحنا. من نقطتك محمد في قضية المناخ إذا تسمح لي
بوجه السؤال لعبد المحسن حول قضية الحياة داخل الفيلم، خلنا نتكلم عن اختيار الممثلين، الكاستينج اللي تشتغلون عليه عبد المحسن. يعني أنا في إحدى اللقاءات عرفت أن أحد ممثليك هما جايين من المسرح أيضا، وغير خلفيتك أيضا في إنتاج المسلسلات التلفزيونية، كيف يتم هذا الاختيار؟ كيف قاعدين تشتغلون داخل قبل ما يبتدي التصوير؟ طبعاً اختيار الممثلين هو كان الموضوع الأكبر بعد ما خلصنا النص وحصلنا على التعميد والميزانية. يعني جلسنا أنا ومحمد وحاولنا نشوف وش الطريقة الأنسب. طبعاً طبيعة الفيلم في المخرج الزيارة يعتمد كثيراً على العفوية في الأداء، وهناك السينمات العادة المتأثرين فيها اللي السينما شرق أوروبا والسينما الآسيوية مثل السينما الإيرانية أو السينما اليابانية أو السينما الصينية، كلها تعتمد أحياناً في بعض أفلامها المستقلة على ممثلين، يعني عفوا لا يعتمدون على الممثلين المحترفين، حتى يعتمدون على أما أشخاص يختارون اختياراً، يشوفون والله في فرص يعني ينطبق عليه هذا الدور أو يقدر يؤدي بشكل عفوي ليخدم في فكرة النص. فحنا حاولنا في البداية، كانت تجربة يعني حالمة، أنا ومحمد سوينا أوديشن، جونا مجموعة من الممثلين طبعاً الرائعين، حيهم واحد واحد صراحة، عندهم الشغف عندهم إمكانية، لكن بعدين حسينا لما اجتمعنا حسينا إنه نحن بحاجة إلى ممثلين يعني محترفين للأمانة، خصوصاً التجربة الأولى، تجربة داخل الزيارة، ونقدر من خلالهم نطور العفوية، لأنه وحلو نقطة الممثلين المسرح، ممثلين المسرح أتوقع عندنا في السعودية وفي كل العالم هم التوب في ناحية الإعداد، لأنه عندهم التجربة وعندهم الشغف وعندهم مع سهولة استيعاب الملاحظات أو استيعاب الأفكار الجديدة وأيضا تطويرها، يعني يكون هم شريكين للمخرج في تطوير الشخصية. فكنا محظوظين جدا باختيار ممثل أسامة القس، طبعا هو يعني حتى هو يدرس في المسرح في السعودية، وأغلب الشباب الممثلين معنا اللي هو أولهم ابنه عبد الله فهد في الفيلم، أيضا هو أحد تلاميذه، يعني أو من تعلم على يديه التمثيل في التجارب المسرحية في السعودية. فكان تقريبا مو أغلبية الممثلين في المسرح، كلهم في المسرح، كل من في هذا الفيلم من ممثلين لهم شخصيات هم أساس المسرح، ليست خلفية تلفزيونية وليست خلفية سينمائية، هم مسرح ودخلوا في السينما مثلي أنا ومحمد وفهد أصلح، نحن لسنا خلفية تلفزيون، نحن خلفيتنا سينما في البداية، متابعة وشغفا، وبدايتنا كانت بدايات من خلال الشورت فيلم، فليس طبعا يعني خلينا نقول استنقاصا من التلفزيون، لكن يبدو لي أن التلفزيون الآن يعيش مرحلة يعني صعبة، يعني صعبة جدا، بسبب إنه مو قاعد يخدم المناخ الفني زي ما يخدم المسرح والسينما للأسف. طبعا ليش؟ لأنه فيه نقول بدأ يصبح أكثر تجارية العمل التلفزيوني عندنا، ولا فيه إلى الآن حركة تعيد التلفزيون إلى مسار مختلف. جميل. إذن عبد المحسن هناك في يعني أقصد أن المناخ اللي موجود، أن الناس تقبل بأن يكون ممثل الآن على الشاشة خاصة في السينما حاضرة وبقوة في السعودية، يعني جدا جدا، وأعتقد أنه السعودية تحديدا، لأنه حنا قبل 15 سنة ممكن أقل بقليل كان من الصعب أنك تقنعين أحد يظهر أمام الكاميرا السعودية، مو أي أحد، لازم واحد عنده نوعا ما الجرأة وعنده المعرفة وعنده الثقافة أن يطلع، يعني ثقافة العيب كانت مسيطرة يعني، وكل ما أبعد بالزمن أصبحت الصعوبة أكبر. الآن لا أعتقد، وأعتقد أنه ليس له علاقة حتى في 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 في, في الثقافة الفنية، لا، فيه الآن ثقافة استهلاكية عموما، الناس مرتبطة بالسوشيال ميديا ومرتبطة بسناب شات ومرتبطة بالإنستغرام وكذا، هذا مرة يعني طوع عند الناس حب أو دافع الظهور والبروز، لكن المشكلة هنا أنه أصبح الموضوع أسهل مما يمكن، يعني وهذه الصعوبة. لكن الممثلين أنا أعتقد أنه فعلا عندنا جيل جديد راح يكون متميز جدا في السينما والمسرح. إعادة التأكيد لأهمية المسرح، يعني لما قال عبد المحسن
الآن في حب الظهور، في الكثرة، بس الممثلين الحقيقيين فعلاً اللي المواهب فطرية جداً، يعني را تالنت موجودين في المسرح، يعني سواء أسامة القس اللي فعلياً عنده تجربة عريقة جداً في المسرح، وهو يخرج حتى مسرح يعني، وألمست صحيحني عبد المحسن تقريباً كل الطاقم بلا استثناء يمكن ما عدا فهد الغريري شخصية العم تقريباً كلهم يعني من المسرح، وكل اللي شفتي الأولاد العم الشباب هذولي بلا مبالغة طلاب أسامة، يعني أسامة والأفضل يعني أكثر نقطة أنا فخور فيها يعني، وأنا أشكر فيها عبد المحسن يعني إنه التمثيل كان في أي مهرجان راح ممكن تلاقي مشاكل شوي في القصة، في مشكلة هنا، بس دائما الإشادة الكبرى بالتمثيل دائما بلا مبالغة، اللي تعدى حتى السبتايتل في أغلب الدول الأوروبية اللي نعرض فيها، وحتى سواء في المغرب أو في الأردن كانت في إشادة، حتى في الأردن لما نفذنا بلجنة التحكيم كان ركزوا كثيرا على أهمية التمثيل في الفيلم، لأنه الأداء هو اللغة أساسا اللي لا تحتاج إلى كلمات. انتقل لك محمد في نفس فكرة الصورة النمطية، خلنا نتكلم اليوم حضوركم في دور السينما السعودية بالتوازي مع أيضاً حضور ما يسمى الآن بنتفليكس اللي اكتسح بشكل مهول وقاعد يخلق ويشكل الآن الصورة البصرية أو الثقافة البصرية عندنا في الخليج تحديداً. فخلنا نتكلم عن هذا الجانب، يهمني كثير ما بين السينما اللي هي أنا أطلع أروح السينما، وما بين أني أنا قاعد في البيت وأشوف نتفليكس وحضور فيلم آخر زيارة، يعني هل مستقبلاً سيحضر في نتفليكس أو لا؟ والله هذا موضوع طويل، أنا بحاول أختصر زي ما وعدت. باختصار نتفليكس الصراحة دي مشكلة عالمية، مو فقط السعودية، أثر نتفليكس على صناعة السينما بشكل عام، مش حتى نتفليكس، أثر الوادي السيليكون الحين أغلب المنتجين الكبار، لو تشوفي جوائز الجولدن جلوبز أمازون ونتفليكس وأبل هم المنتجين، هذا لو تقول السيناريو قبل 20 سنة يقول لك أنت مجنون، هذا السيناريو ما يسمع. السعودية إحنا يعني جزء، حتى لما أنا أروح في أسواق أوروبية أو مهرجانات يعني بالعكس تعجبون من السعوديين، إنه في إقبال على السينما في دول معينة ما زالت تعاين، ممكن ما عدا الدول الرئيسية زي فرنسا زي ألمانيا، لا ثقافة السينما مرة حاضرة بشكل شبه يومي، بس دول أخرى كثيرة قاعدة تعاني بالأمانة. اللي صار في السعودية إنه توافقت مع بعض دخول نتفليكس تقريباً بلا مبالغة كان بنفس الوقت اللي دخلت سوق السينما السعودية، فإحنا نأمل إنه الآن في إقبال، آخر إحصائية في برايتي إنه بالأرقام مو ما توقع بعدد التذاكر، بس عشان التذاكر ما زالت غالية في السعودية، بس أكبر دخل تقريباً للسينمات في الشرق الأوسط السعودية الحين أوماس تتجاوز الإمارات اللي كانت يعني الليد للشرق الأوسط، مع تضخم في استهلاك سكاني زي ما قال عبد المحسن، العالم تستهلك تحب تطلع وتشوف، احتمال خلال 15 سنين مرة السوق السعودي حصير ميجر ماركت حتى للريليس اللي في هوليوود، يعني بيحاول نوعا ما انه الريليس في الشرق الاوسط ممكن حتى يكون في السعودية. طيب هذا كيف يأثر على المنتج المستقل اللي زيي؟ واحنا يعني في الاخير احنا عشان تنهض الصناعة نحتاج شغوفين بالسينما، يعني زي ما قال عبد المحسن احنا خلفيتنا كان في جوع وشغف، يعني فعلا نحب السينما وكنا نعاني لين ما نلاقي فيلم، الان متوفره الافلام يعني بالسهوله. الاشكاليه انا اللي اخاف منها، وهي هذه مشكله ممكن اكبر حتى من السعوديه، انه في المستقبل ممكن ما عاد تلاقي، وللاسف بدأت الاحظ انه كثير يشتغلون في الصناعه ما يشوفون افلام، يعني ما عندهم هذا بالنسبه لي انا، السوق ما السوق ممكن يصحح نفسه عادي، يعني مع الوقت يتغير شكل السينما ممكن حيتغير، هذه السوق في الاخير حيتحكم فيها، والرأسمالية في الاخير ما تقدر تجابهها. اللي انا تخوفي الشخصي الموهبه، فانا اخاف المستقبل خلال 15 سنين تحاول تلاقي مخرج تعرفه على مين، مارتن سكورسيزي على سبيلبرغ على عباس كيروستامي، ما يعرفون الاسماء هذه، هذا يخوف نوعا ما في المستقبل. السوق ما السوق هذه ظاهره عالميه، يعني يا الحكومات تتدخل وتحاول تعطي امتيازات للمنتج او الفيلم المحلي بحيث يظل في السينما، زي كوريا فرضا هي من الدول اللي ساهمت في هذه اللي هو الكوتا سيستم، اغلب الدول الاوروبيه تسويها انك تحاول تدعم الصناعه، تعطي انسنتف اني انا اسوي فيلم، يعني يعتبر السينما انه هويه ثقافيه اكثر من انه استهلاك تجاري في السوق، انه مهما كان ما تقدر تجابه سواء افلام هوليوود يعني او حتى نتفليكس وسيطرته على السوق المحلي. جميل، ويهمني بس لو تضيف شغله محمد، بما انه هو ضمن نتاج عملك كان في الفيلم قضيه التصوير في المملكه،
يعني وبالذات قضية القرى الفرجان تسمونها الحارات يعني. أيوة أنا زي ما قلت فعلياً خلنا نتكلم عنها. أيوة مصورنا الفيلم فعلياً كانت في السينما بشكل رسمي، وعبد المحسن ممكن حتى يتكلم زيادة. إحنا فاجأنا بالأمانة بمدى سهولة ال يعني إحنا جبنا الطاقم من تونس، يعني في طاقم كبير جاء من تونس، الطاقم الفني تحديداً، الكاميرا، الصوت، الإضاءة، وفي حتى بعض المعدات جت من خارج السعودية، فالفيزا كانت بسرعة خيالية بالأمانة. وأن أنا كوقتها حتى ماني مستوعب لما شفت مصور سينمائي في الفيزا، أنك خاش السعودية تشتغل مصور سينمائي أو مهندس صوت أو أخصائي إضاءة، هذا كان مرة شيء أنا وأنا أصور ماني مستوعب، وهذا مرة شيء يصير لي. إحنا دائما نصور أفلام بالدسية، يعني نتخبى ونسوي أفلام، الآن بشكل رسمي. لما رحنا طبعاً عشان تصور تقدم نصك للهيئة الرسمية، الهيئة الإعلام المالي والمسموع، يشوف النص. بالأمانة ما كانت ملاحظات، أعطونا يعني أعطونا الترخيص. لما رحنا القرية إحنا صورنا في الخرج تقريباً، تبعد حتى مش في قرية صغيرة في الخرج، تقريباً تبعد ساعة ونص جنوب الرياض. البداية العالم مو مستوعبة أنت إيش قاعد تسوي، فكروا حتى نصور إعلان وبقرية صغيرة، تعرفي يعني كلهم يعرفون بعض، وإحنا قعدنا شهر، فمع الوقت صاروا يعرفونا، فكل يوم يشوفونا في مكان. في البداية فكرونا بنصور لإعلان، يعني حتى في بعض طلعت بعض المقاطع إن إحنا قاعدين نصور إعلان لبوفية والما مستوعبين مع الوقت، لأنه إحنا عشان الفيلم نحتاج في ممثلين على فكرة من القرية، وحاولنا قدر المستطاع نكون صدقا مع البيئة بالأمانة. يعني في كثير يعني ما بسيما إكستراز، بس جزء من الطاقم، حتى في بعض الحوارات اللي فيها لاينز، يعني 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 هذا يعتبر ممثل، تقريبا الى 4 شخصيات من القريه. والقريه لو شفت الفيلم في شرطه، في اسعاف، يعني في البرودكشن ده، هذا فعليا مساعدينا من المحافظ نفسه. يعني الحين نشكر كمان واعطيناه شكر خاص، لانه بالنسبه لنا كان تحدي. بعد ما عملنا الفيلم هذا صرنا نؤمن ده فعلا تقدر تسوي فيلم بالطريقه الرسميه، ولوكيشنات صعبه، حتى المسجد، مغسله موتى. بس بالامانه كنا متفاجئين انا وعبد المحسن، يعني تجربتنا هذه خلتنا يعني نتامل انه بالعكس وحمستنا نسوي افلام في المستقبل. محمد انت معي في فكره ان لما الناس حتى يشوفونكم وانتم تصورون، هذه جزء من عمليه تشكيل الثقافة السينمائية، يعني ممكن تفصيلها نطاقم كبير. صحيح، هم ممكن لو كانت يعني هاند هيلد ومصور وصوت وأربعة، هذا ممكن ما راح يتقبلوه، بس لما شافوا يعني طاقم كبير، وحتى الطاقم فيه نساء وفي رجال، فما ما مستوعبين الفكرة انه اوكي هذه صناعة افلام وقرية، فتعرفي نوع ما مو يعني ما عندهم ما مو فاهمين الصورة هذه. بس مع الوقت خلاص زي ما قلت لك شافونا ما أذيناهم وما تأذوا، بالعكس صاروا يستنسون. في الأخير إحنا قاعدين نغني القرية، إحنا قاعدين نصرف في القرية، وفي الأخير يجيهم فلوس اللي بيتصور ولا كذا. فمع الوقت بالعكس صار يعني بالأمانة، يعني حتى صار العرض في السينمات في الرياض في السعودية، تحمسوا القرية ونزلوا الخبر في صحيفة القرية وفي السناب شات حق القرية، وجاء يعني حتى تواصلوا معي أنا وعبد المحسن، يعني وبعضهم حضروا جاء إلى الرياض والله وحضروا الفيلم. أعتقد هذا التراكم اللي تكلمنا عنه شباب في لقائنا ما قبل هذه الجلسة، وأروح لي إذا تسمحوا لي لعبد المحسن مرة أخرى عن الموضوعات. عبد المحسن يعني شو هي الآن، ما بعد فيلم آخر زيارة، ما بعد أول فيلم طويل لك كمخرج، شنو هي الموضوعات الآن اللي تعتقد أنه من المهم الاشتغال عليها خلال الفترات الجاية كقصص كحكاية، وهي تساهم في جزء من قضية اللي نحن سميناها بالتراكم، اللي هو الوعي بالسينما والوعي بالصورة وأثرها في أنها تأثر وتغير في المجتمعات؟ طبعاً أي مخرج أو أي ممارس للفن، وهذا كان يقولونها كثير روائيين وكتاب عالميين، أنه يتمنى يكون له 100 حياة عشان يكتب عن كل شيء. فأنا نفس الشيء، يعني أنا أود وأرغب أني أشتغل على كل المساحات اللي ممكن أن يقدم نفسي فيها. لكن سبق قلت أنا في مقابلة جريتها مع الدكتور سلمات في سكاي نيوز عربية، لما سألني نفس السؤال قلت له أني ممكن أكون مهتم حاليا في القصص التي تدور في البيت السعودي. أعتقد البيت السعودي، المجتمع والأسرة السعودية،
ما هي معروفة فنيا بشكل واسع يعني، أو قد تكون معروفة ممكن من خلال بعض الأعمال التاريخية مثل عمل طاش مطاش مثلا التلفزيوني اللي دخل كل بيت عربي، ممكن أنه أعطى أو سلط الضوء على كيف يعيش السعوديون كيف يتعامل السعوديون، ولما أنه عمل تاريخي ممتاز يعني طاش مطاش. لكن في السينما نحن نخاطب شريحة أوسع، نخاطب العالم. فأعتقد أنه قد يكون أحد أهدافي يعني هو تقديم أفلام تتحدث عن الأسرة السعودية والبيت السعودي في تفاصيله، في تفاصيل البيت نفسه، في شخوص اللي تسكن هذا البيت، في الموضوعات، في الصعوبات اللي تواجههم، في التغيرات اللي تحدث التاريخية والسياسية والاجتماعية اللي تحدث خلينا نقول المفارقة الدرامية. فممكن هذا. وأيضا أنا أحب من جهة ثانية أيضا أحب أفلام الأنواع السينمائية، مثلا الإثارة والرعب والغموض والجريمة، هذه أنواع حلوة، لكن لابد أن تكون هناك القصة المناسبة والمعالجة المناسبة لها يعني. يعني لست يعني لا أدور أنا في فلك مثل ما بعض رأى مثلا في آخر زيارة أنه يمكن فيلم هو معد نخبة أو كذا، ما أشوفه كذا، بالعكس أنا أعتقد أنه الفيلم يعكس أو حاولنا إحنا نعكس تجربة أوسع من تكون فقط داخل نطاق ضيق مهتمين فقط بالسينما. فممكن تجربة السينما التجارية يا عبد المحسن تختلف معك، ما حاب شاف الفيلم في السعودية يعني هناك أعتقد هناك أسباب كثيرة، ممكن أهمها التسويق، أهمها التسويق البدايات. في البدايات يعني ما أدري صراحة، أنا على ثقة بأنه جمهور السينمائي يعني متنوع ومتذوق يعني لكل أنواع السينمائية. لكن ولو تسمح لي بس، هناك صار مثل سؤال جدلي حول الفيلم، مع أن أنا مع فكرة أن إذا هناك عنصر لا يخدم القصة مو ضروري يكون موجود، يعني مثل جدلهم عن عدم حضور المرأة. أنا ما أعرف، دائما لما يكون في سينما سعودية لازم في قضية عن المرأة، يعني لو حضرت أو لو ما حضرت. أنا أعتقد أنه سؤال ما له قيمة إذا ما كان يضيف للسرد الروائي داخل الفيلم معنى. يعني قالها الأب إذا أعتقد في الحوار اللي صار، إذا بتتزوج أنا بتزوج، دليل أن لن تكون هناك امرأة طوال المشاهد اللي نحن راح نعيشها. فأبي أعرف قضية حضور المرأة، مهم أن أنا أسألك هذا السؤال وأعرف يعني أبعاده يمكن حق الأفلام القادمة إن شاء الله في مخيلتك كمخرج عبد المحسن. طبعا موضوع المرأة طبعا أفضل المرأة كموضوع كانت حاضرة في تقريبا في كل أعمال الفنية السعودية من الرواية والسينما والتلفزيون، هذا شيء واضح تماما. حتى في المسرح قضية المرأة بالنسبة له، لأنه أكثر شيء طبعا المسرح السعودي ومسرح التجريبي تحديدا اللي شارك في مهرجانات إقليمية مهمة زي في تونس وأكثر من بلد يشاركون ويحقون جوائز، ولكن دائما نفس السؤال كان يجيهم أنه ليش ما في عنصر نسائي؟ ليش ما في امرأة؟ فهذا ناتج عن طبيعة المجتمع. نحن مجتمع، والمشكلة أنا بالنسبة لي حس إنه سؤال أحيانا ممكن يكون فيه نوع من الـ يعني مو أقول التلاعب، لكن الإجابة معروفة سلفا. يعني السائل نفسه لما يسأل السؤال لمخرج جاي من السعودية، طيب تعرف الإجابة، ليش تسألني؟ بالضبط هذا هو أحيانا. فيعني دائما هذا، وكل ما تكرر السؤال تكرر نفس الإجابة. نحن كنا في فترة سابقة فعلا هناك المرأة هي موضوع اجتماعي كبير جدا، هناك عادات تقاليد حكمت مجتمعنا، صعبت موضوع حضورها الفني، صعبت موضوع التعاطي معها وإلى آخره. هذا الأمر الآن نحن تجاوزنا تماما، الآن نعيش في لحظة المرأة حاضرة وبقوة ومفعل دورها في المجتمع. وبالنسبة صعدة أي صعدة يعني صعدة الدرجة تتجاوزها هذا شيء جيد. فبالنسبة لموضوع عدم حضورها في الفيلم، هو لأنه نحن نتكلم عن مجتمع يعني، أو قضيتنا قضية يعني قضية تخص أب وابنه يعني. فحسينا أنه حضورها ممكن يكون هامشي. هذا كان أول سؤال للأمانة، أنه كنا متخوفين أن لو حضرت
هيكون حضورها هامشي، وكنا نخشى تماما أن نحن نعزز هذه الصورة عن هامشية المرأة. نحن لا نريد تعزيز هذه الصورة، بالعكس نحن نريد تفتيتها. لما ما تحضر فممكن يطرح سؤال عدم حضورها. فالحمد لله يعني استطعنا أنه نفتح هذا السؤال، وأيضا السؤال نحن نشارك فيه الناس كلهم، نشارك كل السائلين، أنه لماذا المرأة غائبة عن مجتمع مثل هذا؟ يعني هذا السؤال حتى نحن نستطيع الإجابة عليه إجابة واضحة. يعني فقط نحيلها على تراكم تاريخي مرتبط بالعادات الاجتماعية وطبيعة المجتمع، اللي هي محط احترام وتقدير بلا شك، ولكن أيضا هذا لا ينفي إذا كانت محترمة مقدرة أنه لا، أنه هناك خلل لابد من معالجته لابد من تصحيحه. جدا جميل. بس إضافة بسيطة، أنه طبعا الجواب اللي قاله أنا فخور فيه، أتوقع هذه أحسن إجابة قالها عبد المحسن بالأمانة، أنه بالعشرين أكثر من 20 عرض دائما يعادوا، بس بالأمانة قالها ما أزيد على أي شيء. بس نقطة تحديدا أنه الأفلام، الفيلم الجيد يفتح حوار ما يقفل، يقفل كل شيء بالضبط. المفروض أي فيلم الجيد، الأفلام اللي كذا، الحوار يبدأ من نهاية الفيلم، وهذا اللي حاولنا نسويه في آخر زيارة، وهذا اللي فعلا صار مع آخر زيارة. دائما الكيون عيسي مرة غنيم. وملاحظة برضو إضافة، أهم المخرجة أصير يعني بدون تحديد جندر، أهم المخرج السعوديين اللي طلعوا ذا مخرجات، سواء هيفا المنصور، عهد كامل، شهد أمين، اللي في السينما العالمية تحديدا. فحضور المرأة السعودية فعليا سبق حتى الإصلاحات السعودية في موضوع المرأة، فمتجاوزينه بالأمانة يعني. بس إذا جينا هو الفكرة الصراحة لما يشوفون ذكور، وهذه الصراحة نقطة وجيهة، يكل المخرج رجل، المنتج رجل، رجل، فدائما أنا أشوف سؤال وجيه إنه ولي تسأل مرأة في العالم، يعني كل ما نشوف رجال لازم نسأل المرأة. صحيح. بس بالأمانة يعني أغلب في المهرجانات الناقدات اللي كتبوا عن التعاطف الأكبر جاء من مبرمجات تحديدا، أو وناقدات اللي تعاطفوا مع موضوع المرأة كثير أو فهموا يعني تحديدا. صحيح. أنا أؤكد على كلام محمد نوفين، أنه من أفضل من كتب عن هذه الجزئية في الفيلم هم الناقدات النساء صراحة، الأمانة وعوها وفهموها أكثر من غيرهم. طبعا محمد عبد المحسن، أنا وددت أن يطول الحوار إلى ما لا نهاية، أنا جدا سعيدة يعني، بس هذا آخر سؤال أوجه لكم أنتوا الاثنين. آخر زيارة لما انتجتوا الفيلم وعشتوا الأجواء وخلصتوا آخر مشهد من الفيلم، على مستوى التجربة الشخصية، عبد المحسن عبد المحسن أو محمد من الداخل، لما تقعد مع نفسك وأنت قدمت الآن منتج إبداعي سينمائي، أنت في نظرك هو ساحر وقدم جزء تفصيلي من مجتمعك اللي أنت تعيش فيه، هل فعلا عمل حركة في داخلك أو أثر أو تغيير؟ هذا شيء شخصي، ما لنا علاقة، بس نبي نعرفه يعني بعيداً عن الفيلم نفسه. بالنسبة لي أنا بس بكون صادق معك نوف، آخر ثانية في بعد ما خلص التصوير، يعني أول ثانية بعد كات، كلمة كات، كل اللي أفكر فيه إني أرجع الرياض أروح لزوجتي، يعني بيتي وزوجتي. هذا كان أهم شيء بالنسبة لي، لكن كنت جداً فخور، مرة فخور بالتجربة. يعني لما يصنع المخرج فيلمه أو يغوص مع الفيلم، يعتقد أنه هذه ستكون حياته إلى أن يموت. ما تتخيل أبداً أنه يمكن ينتهي الفيلم، لكن لحظة نهايته مباشرة كل التفاصيل في المؤذية أو الجميلة تصبح ذكريات كلها إيجابية بالنسبة لي. فكنت فخور وتعلمت أيضاً من الجميع، تعلم بدءا من محمد كصديق وأيضاً أكاديمي، تعلم من أمين مسعدي مدير التصوير، ومن منصف، ومن عبد الرحمن خوج، ومن أسامة القس، ومن كلهم لو بذكرهم بقعد نص ساعة. فأشكرهم فردا على هذه التجربة لأنها أغنتني كثيرا أنا كعبد المحسن. شكرا لك محمد. أتوقع عبد المحسن كفى ووفى يعني، تحديدا بعد هذا أنا زي عبد المحسن فعليا أبغى أنام أكثر. أول شيء وفي أبغى أنام، تقعد يعني أيام طويلة من غير نوم وإرهاق، وبالأمانة الضغط يزيد أكثر. أنت حين خلصت تصوير عندك مونتاج، عندك لوجيستيكس ثانية، والبوست كان كله في تونس، فبالعكس ما كان في أي راحة. الراحة يعني الخبر، أول ما جانا خبر انضمامه لكارلوفي فاري المسابقة الرسمية، يعني هنا فعلا
أول ما كنت فخور ممكن فخور بالتجربة بس بطريقة غير مباشرة، يعني ما تحسي you are not rewarded، يعني ما في شيء كذا تحسين إنه يعني تعبتي عليه وجاب يعني في قبول يعني. فلما جاء بالأمانة مرة استعدنا، والأصداء اللي جات تحديدا مع جائزة مراكش أكيد الفخر الأكبر بالأمانة صار لما نعرض في السوق السينما السعودية، لما أمك وأبوك وإخوانك وأخواتك كذا أولاد أختك كذا يروحون يزورون يشوفوا الفيلم ويعطوك تعليقات، هذه كان الصراحة كان هنا بوقتها حسيت وإحنا فعلا قاعدين نسوي سينما، خصوصا لما توصل للبيوت السعودية يعني نطلع من النخبة المهرجانات والسينيفايلز، هنا وقتها فعلا كانه عبء إضافي وحمسنا بالأمانة أن نعمل أفلام في المستقبل. يعني تعملون أفلام وتأثرون فينا وتروحون تنامون. محمد الحمود منتج فيلم آخر زيارة، عبد المحسن الضبعان مخرج فيلم آخر زيارة، ألف شكر لكم، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نشوفكم في أفلام أخرى. شكرا لكم. شاكرين جدا ويعطيكم ألف عافية. سلامة.